جنوتوكس. أهلا بكم متابعي جنوتوكس. في هذه الحلقة سنتعرف على قاموس جولدن ديكت. هو قاموس مجاني مفتوح المصدر تحت رخصة جنو، متوفر لأنظمة جنو لينكس والويندوز. لتحميله يكفي فتح الطرفية وكتابة sudo apt install golden dict. هذا بالنسبة للتوزيعات الديبيانية، ونفس الأمر بالنسبة لتوزيعاتك dnf بالنسبة لفيدورا، zipper بالنسبة لopen suse، وpacman بالنسبة للارش. ثم enter ونقوم بتثبيت البرنامج. إلى أن ينتهي التثبيت سنلقي نظرة على الموقع الرسمي. نكتب golden dex. هذا هو الموقع الرسمي للبرنامج بمجموعة من المعلومات حول البرنامج، وهو إن صح التعبير هو قارئ للقواميس أو قارئ لملفات تحمل معلومات ترجمة، من أبرزها بابلون وستارت ديكت وديكت دي أو ديكتد وغيرها، ولكن أبرزها والتي أعمل بها شخصيا هي من بابلون بامتداد BGL. نعود مرة أخرى إلى محرك البحث ثم نكتب babylon.com، ثم نأتي إلى خانة Translation، ثم Click Here to Babylon Software، ثم نأتي إلى Babylon Add-ons، ثم إلى Free Resources Learn More من خلال Languages More، ثم نقوم بتحميل ما نشاء من القواميس حسب اللغة التي نود تعلمها أو ترجمة كلماتها. سأختار العربية مثلا، أختار مثلا هنا ويكيبيديا العربية موسوعة مجانية أو بابلون إنجليش عربيك. أختار Add This Glossary ثم Save File. سأنتظر حتى ينتهي التحميل. سأتفقد البرنامج. تم تثبيته بنجاح. بعد تحميل الملف أين سنضعه؟ بعد ذلك سنفتح البرنامج ونرى طريقة إضافة الملف الترجمة الذي قمنا بتحميله. سنفتح البرنامج Golden Dict. هذا هو البرنامج، يأتي فارغا باستثناء الويكيبيديا English أو English Wikipedia. الآن إذا قمنا بكتابة أي مفردة سيأتينا بنتائج البحث من ويكيبيديا. كما تشاهدون هذه الخاصية تعمل عبر الإنترنت، لكن نحتاج البرنامج كما ذكرنا أحيانا عندما لا نتوفر على الإنترنت. إذا سنقوم بتنفيذ الملف الذي قمنا بتحميله، سنأتي إلى مجلد البرنامج ثم نظهر الملفات المخفية. سنجد أن Golden Dict أضاف ملف مخفي، ندخل إليه ثم من هنا نقوم بنسخ البرنامج الذي قمنا بتحميله بابلون انجليش عربيك، كوبي ثم باس. نعود مرة أخرى إلى برنامج Golden Dict، ثم من Edit Dictionary ثم Add، ثم نأتي إلى ملفات على الهوم، ملفات المخفية في مجلد المنزل، ثم نبحث عن Golden Dict ثم Open. أوكي، سيقوم بتحميل الملف تلقائيا. الآن أعطانا نتائج بحث مرة أخرى من Babylon English Arabic. أي جملة مثلا نكتبها Fine worry وبهذه الطريقة قد حصلنا على قاموس عربي إنجليزي
بدون حاجة إلى الإنترنت. هناك خاصية جميلة في البرنامج وهي هذه الخاصية Scan Pop-up. إذا فعلناها ودخلنا مثلا على محرك البحث، أي شيء قمنا بتحديده سيقوم بترجمته. هذه الطريقة عبارة Phrases عبارة Dictionary سيقوم بترجمتها بشكل تلقائي ومباشر. أتمنى أن يكون هذا الفيديو وهذا الشرح قد أفادكم. شكرا لكم وإلى اللقاء.